نتائج الانتخابات في القصر الجمهوري تنتظر المصادقة، مهلة دستورية ابتدأت وحوارات القوى الشيعية بلا توافق. ريتكم يشملونا بقرار 315 هو امتيازات أقل الراتب يليق بالمدرس والمعلم. لليوم الثالث على التوالي تظاهرات المحاضرين والإداريين تجوب المحافظات، وقرارات حكومية تقترب من الحلول. المالية توقف التعيينات والتنقلات في عموم البلاد مطلع العام المقبل، والموازنة السنوية أسيرة الواردات النفطية. وفي السوشيال ميديا، الجامعات العراقية بمراكز متقدمة في التصنيف العالمي يثير اهتمام الكتاب والمدونين. بداية الخليقة كانت جذورها التعلم، وعلم آدم الأسماء، ووحي نبينا ابتدأ الحديث مع الرسول الأعظم بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكل شيء في الدنيا لا يدوم إلا بعلم ينتفع به. وبما أن العالم يتقدم فإننا نتقادم. مدارسنا مهدمة، التعاليم فيها معدمة، والمتبقية منها تشكو قلة المعلمين مع كثرة المتعلمين. التعليم عند الصغر يطلب معلما أعياه الكبر وهو يبحث عن فرصة للتعيين. ورصيف البلاد يمتلئ بمئات المحاضرين، وحتى المطالبات بحقوقهم لا تتعدى سوى كلمات تطلق وتطلق من قبل المعنيين. لا بل بات المعلم الذي رفع راية التظاهر يطالب بحقه المسلوب أصبح شيئا مغلوبا، وهو يقاسي عذابات الاعتداءات فقط لأن صناع البلد أرادوا بناء جيل واعد في مستقبل جديد، وحقا يقارن بحجم ما يقدموه. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أهلا بكم. أعلنت مفوضية الانتخابات أن رئاسة الجمهورية لم تصادق حتى الآن على قوائم أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاعي إن العملية الانتخابية قد انتهت، ولكن مجلس النواب إذا انعقد خلال 15 يوما فيكون أمام الأعضاء الفائزين 30 يوما لتأدية اليمين الدستورية، وبخلاف ذلك فسيشغل مقعده أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية. ودعت المفوضية رئاسة الجمهورية إلى الإسراع بالمصادقة على النتائج ليتسنى لمجلس النواب عقد أولى جلسته وأداء اليمين الدستورية. إلى ذلك جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم دعوته للإسراع بتشكيل الحكومة. يأتي ذلك بعد استقباله
السفير الياباني كوتارو سوزاكي، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطوكيو والاستفادة من التجربة اليابانية بالبناء والإعمار. وجدد السيد الحكيم الالتزام بما ذهبت إليه المحكمة على الرغم من تحفظه على النتائج وقناعته بوجود أدلة تلاعب وخروق، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة خادمة لشعبها وقادرة على تقديم الخدمات وفرص العمل وحفظ سيادة البلد مع التركيز على الأولويات. كشف رئيس تحالف الفتح هادي العامري مخرجات لقائه بالسيد الصدر في الحنانة، وقال العاملي أن اللقاء كان إيجابيا ومسؤولا ومنطلقا من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة، مؤكدا أنه سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة، كاشفا عن لقاءات متجددة تجمع قوى الإطار التنسيقي مع السيد الصدر في الحنانة خلال الأيام القريبة القادمة لإنضاج التفاهمات التي خرج منها الاجتماع الأخير. أوضح المتحدث باسم تيار الحكم الوطني نوفل أبو رغيف مواقف التيار ورفضه الدخول بكتلتين كبيرتين لمجلس النواب. وقال أبو رغيف خلال استضافته في برنامج غير معلن أن التيار معترض ومتحفظ على العملية الانتخابية وأنه سلك الطرق القانونية بذلك. نحن معترضون على ما حدث في العملية الانتخابية الأخيرة. طيب. ومتحفظون، ولكننا ذكرنا منذ اليوم الأول أننا سوف نذهب إلى سلوك الطرق الديمقراطية الأصولية القانونية الدستورية في إيصال اعتراضنا وتحفظنا على ما جرى، وقلنا أيضا منذ اليوم الأول أننا لا نذهب ولا نشجع أي طرف على الذهاب سوى إلى هذه الآليات والأسس والأطر الديمقراطية القانونية. بخلاف ذلك سوف نكون موافقين على ما يصدر من المحكمة الاتحادية، لأنه في النهاية لابد أن يكون هناك يعني نقطة يلتقي عندها الآخرون، الأطراف المتقاطعة المتخاصمة المتنافسة المختلفة، سميها ما شئت، ينبغي أن ينتهي التقاطع عند نقطة معينة، هذه النقطة هي القضاء. وإذا لم تكن هناك نقطة فمعنى ذلك أن الدوامة سوف لن تنتهي وأن البلد سوف يخرج من مأزق ويدخل في مأزق جديد. وأضاف برغيف أن عدم مشاركة الحكمة في الحكومة نوع من عدم الرضا عن النتائج، على الرغم من استمرار العروض للمشاركة في الحكومة، لافتا إلى أن التيار لا يريد تكرار التجربة السابقة. وجود الحكمة في الحكومة العراقية إذا كان وجودا محوريا فاعلا مؤثرا ويستطيع أن يغير ويستطيع أن يتدخل في القرار ويستطيع أن يسهم كما اعتادت الناس على دورنا في الحكمة، على لملمة الأزمات، حلحلة المشاكل، تقديم رؤى موضوعية وأن نكون نقطة التقاء للجميع فكان بها. لكننا لا نعتقد أن هذا الحجم 4 أو 5 مقاعد. طيب. يستطيع تيار كبير مثل تيار الحكمة أن يقدم من خلالها دورا منشودا أو دورا يليق بما هو يتطلع إليه. طيب. فالأفضل في هذا السياق أن نحرص على السياق السياسي، نحرص على لملمة العملية السياسية من دون أن نشترك في الحكومة، وهذا ليس قليلا. هذا لا يعني أننا نغادر مساحاتنا الجماهيرية، بالعكس هي مساحة للعودة. وبعد المصادقة على النتائج الانتخابية ارتفعت المخاوف من دخول البلاد بفراغ دستوري بسبب حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه الكتل، وسط دعوات للملمة الخلافات والإسراع بتشكيل الحكومة. أحمد الزيدي لديه التفاصيل. ما أن أعلنت المحكمة الاتحادية مصادقتها على نتائج الانتخابات حتى بدأت معها التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة، الدخول بالفراغ الدستوري أو الوصول إلى حالة الانسداد السياسي مرة أخرى هو ما يتخوف منه البعض، الأمر الذي يحتم على الكتل السياسية برمتها تكثيف الحوارات واللقاءات لتشكيل حكومة بأغلبية موسعة قادرة على تجاوز الأزمات. اليوم احنا بحاجة إلى تقارب في وجهات النظر، بحاجة إلى تفاهمات، بحاجة إلى نكران ذات من جميع الكتل،
لا نريد مناظرات ولا نريد تقاطعات حتى في داخل البرلمان. تأخر انعقاد أول جلسة كثيرا، اليوم احنا مضى علينا حدود أكثر 78 يوم على مسألة الانتخابات. لذلك اليوم على جميع الساسة أن يأتوا وفيهم أريحية الوطن وفيهم حب الوطن وبناء الوطن. رغم التحفظات الكبيرة التي أبدتها كتل وتيارات كثيرة ومنها تيار الحكمة الوطني على النتائج المصادق عليها، إلا أن أغلبها التزم بما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة مع رفض المشاركة فيها. نحن موقفنا بالنسبة إلى المشاركة في الحكومة موقف ثابت وواضح، وبيناه في عدد من المناسبات، وأكدنا على أننا لن نشترك في الحكومة المقبلة، ولكن سندعم الخطوات التي تساهم في الإسراع بتشكيلها والتي تدعم إيجادها بشكل جيد وقادر على تقديم الخدمات إلى الشعب العراقي. فيما تتصاعد الدعوات بضرورة تشكيل حكومة قوية تعتمد برنامجا حقيقيا مبنيا على متبنيات واقعية أبرزها الإصلاح الاقتصادي وتصفير الأزمات. وينتظر من الحكومة المقبلة أن تحقق جملة إصلاحات أهمها الاقتصادية، وذلك لن يتحقق ما لم تكن قوية مسنودة من الجميع. لقناة الفرات، أحمد الزيدي، بغداد. أصدرت اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصابات الرافضة لنتائج الانتخابات بيانا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، أوجزت فيها ما حققته التظاهرات قبيل إنهائها. وقال البيان إن أبرز ما تحقق من الضغط الجماهيري هو تغيير 7 مقاعد نيابية لمرشحين سرقت أصواتهم فاستردوها بفضل التظاهرات، وإن من ثمار التظاهرات الإجماع الرسمي وشبه الرسمي بعدم جدوى قانون الانتخابات الحالي وضرورة تغييره، إضافة إلى حتمية استبدال مفوضية الانتخابات الحالية وإبعاد أعضائها عن أي عملية انتخابية مقبلة. وأيضا من ثمار التظاهرات إقرار إلغاء العدوى الفرز اليدوي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما أكد البيان أن التظاهرات عبرت عن ثقتها بالقانون، مقدمة الشكر للقوات الأمنية طبعا هنا الذين سهروا على حماية المتظاهرين. إذن مشاهدين الكرام، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا في استوديو المرصد الخبري طبعا رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الأستاذ عدنان السراج. نرحب بك معنا في المرصد الخبري أستاذ السراج. بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، المفوضية خاطبت رئاسة الجمهورية بأنه يدعو الانعقاد البرلمان الجديد خلال مدة هناك دستورية 15 يوما. برأيك هل لدى رئيس الجمهورية صلاحية بتمديد 15 يوما، أم أنه سيلتزم بالمدة الدستورية ويدعو إلى انعقاد البرلمان الجديد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولجمهوركم الكريم. أتصور الدستور والقانون حدد صلاحيات السيد رئيس الجمهورية أنه خلال 15 يوما يصدر مرسوم جمهوري الأخير بعقد جلسة مجلس النواب للنواب الفائزين، ولا يستطيع تمديدها بأي صورة من الصور. ولكن فترة الإعداد إلى انتخاب رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب يمكن أن تكون لدينا اطروحتان أو طريقتان كما حصل سابقا، وهي واحدة منها إذا انعقد المجلس وانتخب الرئيس الأكبر سنا وبالتالي تبدأ المداولات في مسألة اختيار رئيس مجلس النائبين، يمكن أن تصبح الجلسة مفتوحة
وهذه الجلسة المفتوحة إذا كانت القوى السياسية غير متفقة على مبادئ معينة يمكن هذه الجلسة المفتوحة أن تأخذ فترة أطول لانتخاب رئيس مجلس النواب حتى يصار إلى الاتفاق على الرئاسات الثلاث. هذا حصل في سنة 14 وامتد إلى فترة معينة. المحكمة الدستورية في فترة ما في سنة 2010 كان لديها قرار، هذا القرار حدث نقض فيه في أنه لا يمكن أن تكون لمجلس النواب جلسة مفتوحة. هنا القضية متروكة يمن المحكمة الاتحادية في تسخير هذا الوضع. طيب في حال القوى السياسية لم تلتزم بهذه المهل، شنو القوى السياسية القادم؟ شنو المهلة اللي يحددها القانون؟ القانون لن يعطي مدة معينة، إلا ما داخل مجلس النواب يجب أن ينعقد مجلس النواب خلال فترة 15 يوما. لم تلتزم القوى السياسية، شنو المتوقع من هذا؟ يحصل انسداد سياسي، يعني هناك فراغ سياسي، فراغ تشريعي، ويحتاج إلى رأي سياسي حصيف. لكن أعتقد ستصاب العملية السياسية بنكسة في حالة إذا ننعقد مجلس النواب في تاريخ اللي يحدده رئيس الجمهورية. طيب حدثني أستاذ عدنان عن مسألة مهمة، عن التفاهمات السياسية الشيعية. هل برأيك تعتقد أن هذه التفاهمات قد تخرج باتفاق معين للحكومة المقبلة؟ كيف ترى الوضع؟ صحيح، هو طبعا بالتأكيد احنا كمراقبين وانتم اعلم بذلك، بالتأكيد الواقع الشيعي في الآونة الأخيرة اصبح على خطين ومسارين، مسار الأغلبية الوطنية اللي يتبناها السيد صدر، والإطار التنسيقي اللي يتبنى التوافقية والاتفاق على أقل تقدير، او خلينا نسميها الأغلبية الموسعة. أعتقد هذا صار محل جدل ونقاش طويل وعريض، والقوى السياسية جميعا حتى بما فيها السنية والكردية ترى الإجماع الشيعي هو أهم من ما يكون هناك انفراد بالموقف الشيعي. المخاضات أدت إلى أنه اليوم كان اجتماع مهم، هذا الاجتماع مهم غير المسارات وغير التفكير في طريقة التعاون بين هاتين الكتلتين اللي كل واحدة لها رأي واحد. الشيء الرئيسي أنه الإطار التنسيقي في هذا الاجتماع خرج برؤية واضحة بأن الاجتماع كان إيجابيا وكان يؤدي إلى لملمة البيت الشيعي، وبالتالي ستكون هناك لقاءات مفتوحة تفضي إلى تكوين تصور معين عن الكتلة الأكبر شيعيا. هذا اللي ورد. أيضا الإطار التنسيقي خرج بشكل عام بأنه موحد ولا يمكن أن يفصل جزء عن جزء آخر، ولا يمكن عزل شخصيات معينة عن العمل السياسي أو العمل ضمن الإطار أو ضمن التفاهمات القادمة التي يمكن أن تكون القوى الأخرى لا تريد مشاركتها. أستاذ عدنان، تحليلك للوضع القادم، كيف ترى الوضع؟ هل سيكون حكومة أغلبية، ستكون توافقية، أغلبية سياسية؟ كيف ترى الأمر؟ في تقديري ستكون هناك من التوافق الشيعي، لابد أن يكون هناك توافق شيعي، لأن الكرد عندما ذهب وفد الإطار برأس السيد نور المالكي إلى أربيل مرتين أفهم بأنه الإطار لا يريد أن ينفرد بالواقع الشيعي في تمثيله، وإنما يريد الجميع، وبالتالي أصبحت القضية مقبولة. الكرد والسنة لا يريدون انفرادا، وبالتالي كل القوى الشيعية وصلت إلى قناعة بأنه لابد أن تتفق، وخصوصا بعد هذا الاتفاق الذي تم اليوم أو اللقاء التفاهمي الذي تم هذا اليوم، لملم الواقع الشيعي بالاتجاه أن تكون الكتلة الأكبر. في تقديري ستكون هناك أغلبية موسعة تشمل الإطار وتشمل التيار الصدري لتنطلق عمليات اختيار الرئاسات الثلاث. رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الأستاذ عدنان السراج، كنت معي ضيفا كريما. شكرا لكم. الناطق الرسمي باسم القائد العام ينعى الشهيد ياسر الجوراني، ويشدد على ملاحقة الإرهابيين والوصول إليهم لتحقيق العدالة والثأر للشهداء الأبرار. وزارة الصحة تعلن تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة، وتماثل 363 شخصا للشفاء في عموم البلاد. وزارة الكهرباء تعلن توفير التخصيصات المالية لتحويل قراء المقاييس إلى القرار 315 ومخاطبة الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لتحويل العقود إلى الملاك الدائم. مديرية المرور العامة تقدم مقترحات لحل مشكلة الازدحامات في الشوارع، منها تقليل عدد المركبات من خلال تسقيط القديم منها ومنع استيراد الدراجات ولفترة محدودة.
يواصل المئات من المحاضرين المجانين المتعاقدين مع مديرية التربية في عدة محافظات لليوم الثالث على التوالي احتجاجاتهم للمطالبة بتوظيفهم بشكل رسمي. وطالب المتظاهرون بتفعيل القرار 315 وصرف مستحقاتهم المالية وتعيينهم بعقود رسمية من دون انتظار قرار الموازنة العامة للعام المقبل. فيما قامت القوات الأمنية في ميسان بالاعتداء على المحتجين من المحاضرين المجانيين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية لتفريقهم واعتقال عدد آخر منهم. خاطبت وزارة المالية وزارة التربية لتضمين أسماء الإداريين والعاملين المجانيين والمحاضرين بالموازنة الاتحادية للعام المقبل. وبحسب الوثيقة فأن وزارة المالية وجهت طلبا إلى وزارة التربية لتزويدها بأسماء الإداريين والعاملين المجانيين والمحاضرين لعام 2020 من أجل تضمينهم في الموازنة المقبلة. من جانبه طلب النائب الأول لمحافظة النجف الأشرف هاشم القرعاوي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإصدار قرار خاص بتمديد عقود المحاضرين المجانيين لحين تثبيتهم بشكل رسمي وأصولي وقانوني. وأشار القرعاوي أن عدم تجديد عقود المحاضرين سوف يوقع المحافظة بمشاكل كبيرة، لأن هذه الشريحة قامت بسد النقص الحاصل في المدارس. صراحة احنا مقبلين على نهاية السنة، بالتالي عدم تجديد عقود المحاضرين سوف يوقع المحافظة بمشكلة كبيرة. اليوم مدارسنا جميعا بدون المحاضرين سوف لا تكون عملية تربوية بالمحافظة، باعتبار عندنا 9650 محاضر ولا زالت بعض مدارسنا بها شاغر. احنا نأمل اليوم من مجلس الوزراء ان ينطينا مرة اخرى فتح باب العقود لتعيين عقود جديدة للمحاضرين. نأمل ان تثبت المحاضرين، وبالتالي هي مناشدتنا ومطالبتنا الى مجلس الوزراء. تظاهر العشرات من المحاضرين العاملين بشكل مجاني في المدارس الحكومية بمحافظة النجف الأشرف للمطالبة بالتعيين وصرف المستحقات المالية بإبرام عقود معهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 وإطلاق درجات الحذف والاستحداث من أجل تثبيتهم في مدارسهم. السجاد الخاقاني والتفاصيل. لا زال المشهد العراقي يسوده الاستياء والتذمر إزاء التخبط في تنفيذ القرارات الوزارية، والتي انعكست سلبا على كاهل المواطنين أصحاب الشهادات التربوية، مما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية تعبر عن مأساتهم. اليوم لا يقرأ ولا يكتب لدى مؤسسات الدولة يستلم راتبه فوق سلم قرار 315، والمحاضر اللي خدم العملية التربوية واللي خرج أجيال اليوم يستلم راتب 225,000 عبارة عن منحة. ما حد قال لكم ليش تداومون ببلاش؟ ما يعني لا حسبة وحساب الكروة لا الهدوم لا هذه، وكلها احنا ما قصرنا بحق طلابنا، بس لوين احنا نظل هيجي؟ قرار 315 صوت عليه مجلس الوزراء السابق في أيلول لعام 2019، الذي تضمن آليات لمعالجة العاملين بصفة الأجراء والعقود والمحاضرين المجانيين بشمولهم بامتيازات تكفل حياتهم المعيشية، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تفعل هذا القرار بشكل متكامل يضمن حق الخريجين من الكليات التربوية والإدارية. كل الوزارات انشملت على قرار 315، فقط التربية لم تشمل على قرار 315، فصارت الخلافات انه بين مجلس الوزراء والتربية والمالية، كل من قام يذهب بساحة الآخر. الوزارة طالب مجلس وزراء، ومجلس وزراء يقول مو صلاحيتنا يوم وزارة التربية، وظل المحاضر بين مجلس وزراء وبين وزارة التربية والمالية. يعني المدارس هسه فرقت، وخاصة بالنجف الأشرف ما يقارب 2000 متظاهر طالع هنا لازم الشارع وقاطعين الشوارع، وإحنا مستمرين هنا بالنجف
اطلاقا اطلاقا اطلاقا. ما نرجع لبيتنا اليوم، راح ننصب خيامنا هنا بالشارع ونفترس الشارع الى حين تحقيق المطالب. اعتصامات وشعارات رفعها حملة الشهادات أمام مبنى مديرية التربية في النجف الأشرف للمطالبة بشمولهم بقرار 315 وإطلاق درجات الحذف والاستحداث في المؤسسات التربوية لما لهم من الدور الكبير في سد الشواغر في المدارس الحكومية. أنا من حقي أطلع وأعلي صوتي وأطالب بحقي، لأن إحنا شريحة انظلمت وظلمتنا الدولة. لا حالنا حال الدول، لا حالنا حال البشر، لا كل شيء ما نصفونا، من صرنا عراقيين لحد هسه ما نصفونا بأي شيء. مطالبات ومناشدات لأبناء هذا الوطن، جهود بذلوها وطاقات قدموها فأرهقتهم طيلة أيام الدراسة، واليوم يجازون التهميش والتقصير من قبل الجهات المعنية. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. خطب محافظ بابل حسن منديل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المحاضرين والإداريين، وبحسب وثيقة صادرة من مكتبه فإن محافظ بابل خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مطالب المحاضرين والإداريين المتعاقدين مع المديرية العامة والتربية. وأوضحت الوثيقة أن المطالب تضمنت تجديد عقودهم وفق القرار 315 اعتبارا من تاريخ صدور تعديل القرار، فضلا عن استكمال الإجراءات مع وزارة المالية لغرض توفير التخصيص المالي. وأشارت إلى أن المطالب تضمنت أيضا إطلاق درجات الحذف والاستحداث لجميع السنوات. تظاهر المئات من المحاضرين والإداريين العاملين بالمجان أمام مبنى مديرية التربية في محافظة الديوانية للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم أو تحويلهم إلى عقود وزارية وصرف المستحقات المالية وتجديد عقودهم وفقا للقرار 315، فيما طالب المتظاهرون الجهات المعنية طالبوهم بإيجاد حلول سريعة لحل مشاكلهم. ليث صلاح والتفاصيل. حاضرو وإداريو الديوانية يجددون احتجاجاتهم، اعتصام أمام مبنى التربية يقولون إنه سيبقى مفتوحا لحين الاستجابة لمطالبهم التي تركزت على تجديد عقودهم وفق القرار 315. مدرسة بعد 80 كيلو، كرو ثاني يوميا 6000 دينار، احسبها بالشهر ايش قد ادفع؟ يعني ابي بس الكرو، انا راتبي مخلصه كراوي، زين انت 200 الف وين اودين؟ المزوج اللي عنده اطفال قاعد بالايجار، زين انتم ما فكرتوا بي؟ احنا ما نريد شيء، نريدكم تشملونا بقرار 315، هو امتيازات اقل، الراتب يليق من المدرس والمعلم. نعاني كمحاضرين من تهميشنا، من اقصائنا، من ابعادنا عن حقوقنا، يعني المحاضر اليوم يداوم اسبوع كامل وشهريا وراتبه 230 الف، بحيث لا تكفي إلى قوت يومه، لا تكفي إلى مستحقات اليومية، إلى مصاريف اليومية. شلون محاضر يداوم بشهر كامل براتب 230؟ ويرى المعتصمون أن الإصرار على تهميش شريحة المحاضرين يعني استهدافا للعملية التربوية والتعليمية. سقطوا العمل، التجارة، الزراعة، الصناعة، المعامل، كلها سهدموا التربية. جيت ابن مدارس إذا ما عندك معلم مدرس وين تتوشك؟ كل بلدان العالم بنت التربية والتعليم إلا العراق، من 2003 لحد الآن دمروا التعليم، لا مدارس لا شيء، والمحاضر اليوم إحنا كلها تخدم. اليوم 33 ألف اليوم مدارس معزة بالديوانية، معزة وباقين هنا ومحتصمين ومستمعين اعتصام لحين تحقيق مطالبنا. ومع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات تبقى الآمال معقودة على إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة حقيقية قد تؤثر على النهوض بالواقع التربوي. الناس يعني 2012 وما قبلها وما بعدها يحاضرون بالمجان. أريد أعرف من واحد بالدولة يرضى يداوم مجاني؟ أي وزير، أي وزيرة تعقل أجيبه قل له تعال شهر داوم بمكاني شهر مجاني، منو يقبل بهذا الموضوع؟ مشهد احتجاجي يحتم اتخاذ قرارات ناجعة وتنفيذها بشكل عاجل لإنهاء معاناة المحاضرين وضمان انسيابية العام الدراسي. للفرات ليث صلاح، الديوانية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا في المرصد الخبري مراسلنا من محافظة الديوانية
ليث صلاح. ليث مرحبا بك، حدثني بالبداية ما هي أبرز المطالب، مطالب المحاضرين المجانيين في تظاهراتهم؟ تحية طيبة لك مسلم، مساء الخير عليك وعلى مشاهدين الكرام. اليوم أنا أقف في أمام مبنى تربية الديوانية حيث اعتصام المحاضرين الذي وصل يومه الثالث على التوالي، وبالتالي هم يطالبون هذه الشريحة التي عانت منذ سنوات بتدريسها المجاني وخدمتها المجانية لوزارة التربية وللمدارس العراقية، وبالتالي هم يطالبون بإيجاد حل لإنهاء معاناتهم من خلال مطالب تركزت بمطلبين أساسيين. الأول هو المطلب الذي ينوون أن يكون هو المطلب الرئيس والأساسي لإيجاد حلول لمعاناتهم، حيث يطالبون بتجديد عقودهم وفقا لقرار 315 مانيا واداريا، والمطلب الثاني ايجاد صوره جديه وكبيره لتثبيتهم على الملاك الدائم من خلال اطلاق درجات الحذف والاستحداث. ايضا راح نتحدث عن هذا الموضوع ونتحدث عن ابرز المطالب من خلال لقائنا بممثل محاضري واداريه الديوانيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. المطالب اليوم جاوز عددكم 30,000 طبعا وإدارة الديوانية، ما هي أبرز المطالب؟ نعم مثل ما يعرف حضرتك، تعرف حضرتك ويعرف السادة المشاهدين، مطالب المحاضرين ليست مطالب تعجيزية ولا هي مطالب خيالية، بقدر ما هي جزء من استحقاقهم أنه يثبتون على الملاك الدائم أو على أقل تقدير بشمولهم أسوة بأقرانهم في باقي الوزارات، بشمولهم بسلم رواتب بقرار 315. نعم اكيد تاثرت العمليه التربويه باعتصامكم واضرافكم. نعم 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 هذا مما لا شك فيه، حيث هذا الكلام ليس بكلامي الشخصي وانما هو كلام الجهات المختصه، حيث اليوم في التواصل مع مدير تربيه الديوانيه قال انه ثلثي الكادر التربوي هم من المحاضرين والاداريين. هناك مخاطبات من قبل مدير التربيه الديوانيه الى وزاره التربيه؟ الان لا اخفيك سرا ان الموضوع متعلق في ثلاث جهات رئيسيه، هي وزاره التربيه ووزاره الماليه ورئاسه الوزراء او الامان العام لمجلس الوزراء، فقط هذه الجهات هي المعنيه بقضيه المحاضرين، اما الحكومه المحليه المتمثله بمديريه التربيه والمحافظه الديوانيه فلا دخل لها بالموضوع اطلاقا. شكرا استاذ طارق. اذا مسلم، هم يطالبون بايجاد حل معاناتهم التي باتت مطلبا رئيسيا لانهائها، وبالتالي هم يطالبون بقرارات ناجعه وبشكل عاجل لانهاء معاناتهم وضمان استمراريه العام الدراسي، خصوصا وانهم باتوا ركيزه اساسيه في العمليه التربويه. نشكرك جزيل الشكر مراسلنا من محافظه الديوانيه ليث صلاح، كنت معنا مباشره على الهواء، والشكر موصول ايضا لضيوفك. أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة بشأن صلاحية الصرف خلال العام 2022 في ظل عدم وجود موازنة مالية، وخولت الوزارة في وثيقة لها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية الصرف خلال شهر كانون الثاني للعام 2022 بنسبة 12:1، ووجهت بإيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة اعتبارا من بداية العام الجديد، بالإضافة إلى إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات أو التشكيلات التابعة لها سواء الممولة مركزيا أو ذاتيا اعتبارا أيضا من الأول من كانون الثاني، كذلك إيقاف إجراء منح العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة. المالية وجهت أيضا بإيقاف أجراء المناقلات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات كافة بعد نهاية العام الحالي، وإيقاف إجراء المناقلات كافة ضمن الموازنات التخطيطية للشركات العامة والهيئات
أو الدوائر الممولة ذاتيا بعد نهاية العام الحالي. هذا وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد كشف عن وضع موازنة العام المقبل وأيضا العقبات التي ستواجهها. وقال صالح إن جميع أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المقبل جاهزة من حيث مقدار المجموع المالي وحجم الإيرادات والنفقات، وأضاف أن طريقة تشريع تلك الموازنة تنتظر تشكيل البرلمان ليختار حكومة جديدة، ومن ثم تقوم تلك الحكومة لإرسالها للبرلمان حتى تأخذ طريق التشريع دون أي تأخير. في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، يرى مراقبون بأن ما يعيشه الاقتصاد العراقي طبيعي بسبب اعتماده على النفط بأكثر من 90%، واعتماده سياسة ريعية ساهمت في تعميق أزماته المالية في الوقت الذي طالبوا فيه بضرورة إعادة النظر بهوية الاقتصاد وتفعيل القطاعات الخاصة. التفاصيل مع صباح حكيم. مالية يمر بها العراق منذ سنوات هي نتيجة طبيعية لاعتماد 90% من الموارد المالية في موازناته السنوية على بيع النفط، والأخير يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض منذ بدء جائحة كورونا. في العراق هي أزمة لا تعتبر عابرة مع الاعتماد الكلي على النفط دون اعتماد سياسات اقتصادية أخرى. ومنذ فترة طويلة يدعو اقتصاديون الحكومة لاستثمار قطاعات الصناعة والزراعة لتكون مساندة لقطاع النفط. لا يوجد تخطيط، لا توجد هناك سياسة اقتصادية ولا مالية. أيضا الجانب الزراعي معطل، جففت الأهوار في تسعينيات القرن العشرين من قبل النظام السابق. النظام الحالي لم يفعل شيء تجاه هذا الموضوع، بالتالي نحتاج إلى حقيقة من وجهة نظري أن يكون هنالك تفعيل في الجانب الزراعي، وفي الجانب الصناعي تكون هنالك صناعات تحويلية، يعني زراعي إلى صناعي، وهذا يحتاج إلى حقيقة تعاون وزارة الصناعة ووزارة الموارد المائية. يتميز الاقتصاد في العراق بأنه استهلاكي استيرادي بامتياز، باعتماد كلي على النفط الخام وعائدات بيعه في الأسواق. الاعتماد على مصدر وحيد لدخل الدولة كالنفط يكشف عن ضعف الإجراءات والتخطيط، فأسعار النفط متقلبة وغير مستقرة، والخطر الأكبر استمرار تهميش الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. احنا لازم نغير مصادر الدخل، ما نبقى نعتمد على بس النفط. لازم عندنا مصانع الفوسفات متوقفة، عندنا مصانع الحديد. احنا من الدول المتقدمة بالصناعة، فمن المفروض أن الدولة أن تهتم بهذا الموضوع. فإحنا ندعو الحكومة للتطور باتخاذ خطوات إيجابية نحو المصانع، نحو السياحة، نحو الزراعة. هاي الأمور كلها مهملة في الحكومات السابقة، يعني ما منتجين نحو الزراعة ولا منتجين نحو المصانع. عدم تفعيل القطاعات الخاصة والحكومية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة وإنتاج البضائع والمعدات أدى إلى ازدياد حالات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وارتفاع قيمة الديون الخارجية وانخفاض إجمالي الاحتياطات المالية. صباح حكيم الفرات، بغداد. مراقبون اقتصاديون وصفوا هذا العام بأنه قاس على حياة العراقيين بالنسبة إلى معيشتهم، خصوصا طبقة الفقراء التي واجهت غلاء غير مسبوق في المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى تأثير ذلك الارتفاع على قيمة رواتب الموظفين ومستوى التبادل التجاري. تجدر الإشارة إلى أن العراق يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 95% من ميزانيته، وقد حدد سعر 50 دولار للبرميل الواحد لميزانية العام المقبل، وبحجم تصدير أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا. مع ذلك، على الرغم
من تحسن آفاق الاقتصاد العراقي وتعافي أسواق النفط العالمية، إلا أن تداعيات فيروس كورونا وتحدي تغيير المناخ طبعا شكل بواعث جديدة للمخاطر. من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا على خلفية ارتفاع أسعار النفط. للحديث مشاهدينا أكثر عن هوية الاقتصاد العراقي بين الدولة الريعية والتنموية ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ حيدر السعيدي. أستاذ السعيدي نرحب بك معنا. شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. منذ سنوات هناك إطلاق لتحذيرات عن الاقتصاد العراقي وضرورة المعالجة لهذا الاقتصاد، هل برأيك لو نحاول أن نجد هوية مناسبة لهذا الاقتصاد، هل بالإمكان مثلا التوجه من الدولة الريعية إلى التنموية؟ نعم. كيف يكون ذلك؟ نعم بالإمكان، يعني احنا هو اقتصادنا حاليا اقتصاد ريعي، يعني يعتمد على الثروات الطبيعية في تغطية متطلبات الحكومة والدولة، وهذا طبعا يعتبر من الاقتصادات يعني الضعيفة، لأنه كونه يعني يكون غير قادر على رفع الناتج المحلي، وبالتالي هذا يعتبر سبب من أسباب ارتفاع البطالة، الفساد، تأثر القطاعات الأخرى، يعني يصير كسل بالمجتمع، ما يجعل المجتمع من المجتمعات المنتجة، يبقى المجتمع يعتمد على ما يأتيه من ثروات طبيعية. طبعا هاي كارثة، احنا راح نوصل الى مرحلة يعني كارثية، لانه كل سنة تتفاقم هذه المشكلة، تلاحظ نسبة البطالة تزيد، التأخر بالخدمات، التوقف بالقطاعات، يعني شل كامل للقطاعات، كل هذا بسبب لعنة النفط. طيب في حال شو راح ينعكس ارتفاع أسعار واردات النفط خلال موازنة 2022؟ هل ستتضمن مثلا عجز مالي أم أن يوجد بوادر لتعافي هذا الاقتصاد برأيك؟ إذا بقينا على نفس النظام الاقتصادي ما راح يكون، بالعكس راح يزيد المشكلة، راح يزيد المشكلة، لأنه يعتمد على النفط فقط. احنا عندنا ارتفاع بالقطاعات، عندنا ارتفاع بالايدي العامله، وهذا كله يزيد من كاهل الموازنه، يرفع من نسبه الموازنه التشغيليه ويخفض من الموازنه الاستثماريه، فهذا يعني هذا الميزانيه التشغيليه تعتبر ميزانيه هدر، يعني غير منتجه للقطاع للاقتصاد، غير محركه للاقتصاد، مجرد رواتب تروح وتنتهي. زين، فيفترض انه احنا نغير يعني حاليا احنا لازم ننتقل من النظام الريعي الى النظام الاقتصادي الانتاجي، وهذا يحتاج الى 3 اجراءات، يعني اجراءات طبعا هو يراد ثوره اصلاحيه بالوضع الاقتصادي، يعني 3 محاور، محور قانوني، محور اداري، محور مالي، ثلاثة نصب في اتجاه انه تنقل. عندنا خلل احنا بهالثلاث اتجاهات، احنا ما عندنا خلل، بس احنا ما عندنا محاولات حقيقية، ما عندنا محاولات حقيقية لتغيير النظام. الاجراءات اللي تصير كلها اجراءات ترقيعية، اجراءات رفع سعر الدولار، اجراء مالي ترقيعي، يعني مشى الحكومة وحسن شوية من وضع الجانب المالي لفترة معينة، الا ان تلاحظ انت حاليا البطالة في تزايد، الفرص العمل يعني مدى تتحقق للمواطن، وهذا كله دي يزيد من كاهل المشاكل الاجتماعية داخل المجتمع. فيفترض احنا نغير النظام الاقتصادي. تغيير النظام الاقتصادي يعني انا قلت 3 محاور. المحور الاداري يفترض ان نفصل الحكومة عن الدولة، هذا واحد، وطبعا هاي عملية يعني هاي عملية جدا مفيدة لغرض نقل الموارد الطبيعية الى الدولة، وتكون الدولة مسؤولة عن الضمانات للانسان. الانسان طيب، اما تطي عمل او تطي ضمان. طيب هذا الواقع الحال، يعني انت ما يصير الانسان ينترك. انت حاليا هسه حاليا اللي دا يصير عندنا انه فئه كبيره من المجتمع هي خارج اطار الحكومه. الحكومه طبعا العاملين في الحكومه تقريبا مضمونه حياتهم، يتقاضون رواتب، لكن عندك شريحه كبيره من المجتمع هي خارج الحكومه. عاطلين عن العمل، حدثني عن نمو سكاني ايضا زين. هاي الشريحه في تزايد، كل سنه في تزايد، يفترض نعالج هذا الموضوع. نعم. انا عذرا لضيق الوقت نشكرك جزيل الشكر. طبعا الموضوع كبير يعني يحتاج الفكره طبعا وصلت. نعم. الخبير الاقتصادي حيدر السعيدي كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. في ختام المرصد الخبري مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.